يا حبيبي. لنجي خالد. أنا يا أخوان شفتوني قبل شوي في تحت الضوء. الفقرة. إيه مقابلة عادي مثلكم كلكم. صح. أتعرض للأسئلة أضيع أجاوب صح. مثل أي واحد. سألني سؤال قال إيش هدفك من دخول البرنامج؟ الهدف كنت أنا أخفيه عنكم كلكم ما حد يدري عنه لأن الهدف مو بدافع معنوي فقط لا دافع معنوي ونقطة ضعف هدف سلاح ذو حدين دافع معنوي وضعف ممكن أقرب ما لي يعرفون بنتي جواهر بنتي جواهر بنتي الوسطية أكبر منها بنت وأصغر منها بنت الله يخليها لك الله يجزاكم خير بنتي جواهر عمرها 8 سنوات تعاني من التوحد وفرط حركة وتشتت انتباه الله إيش فيها الشفاء العاجل وقبل دخولي للبرنامج تواصلت مع الاستشاري المتابع حالتها قال بنتك واصلة لمرحلة التخلف العقلي الله يشفيها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله اللي بيعطيه والله اللي الحمد لله فالكلام تشوف بنتك الدمعة كمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم أحد أطفاله كلهم بكى فاطمة بكت على موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإنسان يبكي ولا في شيء إلا قوه يفيض عن صدره الحمد لله إن معك اللي تبي الله معك اللي تبي يا أبو هذا لما الواحد يشوف بنته تضيع قدامه الدكتور يقولك ترى بنتك وصارت التخلف بنتي الآن عمرها 8 سنوات وصارت سن البلوغ بعد 4 سنوات 5 سنوات على الله على الله ما هيب عليه على الله على الله ما هيب